أي الشر يا شباب، أنا عارفين ضغط على ملابسه وتم الضغط بس. السلام وبركاته كعشاب، معكم زايد في لعبة ترول فيس كويست. عشاب هذا الجزء الثاني من اللعبة، وأيضا في هذا الفيديو ممكن تسمعون كذا أصوات صدى، يعني شاب حاولوا تتحملون هالصوت. أوكي عموما شباب، خلونا نوصل الفيديو إلى 10 لايك ويلا نبدأ. أوكي شباب، طبعا كالعادة في المين منيو لازم يكون شيء من جولي شيك، فأول كان سونيك والحين ببجي يا شباب. وخلونا شباب نشوف أول لعبة اعرفه. توكينج توم صح ولا اللي حق التلفون هذاك اللي يتكلم؟ خلاني غلطان عارفنا شباب، ولكن خلونا نشوف الشرف يا شباب. الحين اللي اعرفه الشباب لما تكلم هذا يرد كلامك، بس هالمره ما نقدر نسوي هذا الشيء، يعني مو تلفون يا شباب. الحين ايش لازم اشوف بالضبط؟ اريو سري. اوكي وطف الشر. او ماي جاد، اكيد بيكون صح شباب، ما ادري كيف صح، ولكن يلا كمان ما اعرف ايش اللعبه. اتوقع بارك شيء ولا والله شباب ما ادري، ولكن الاحظ ان هنا في واحد متورع، ما ادري ايش سوى يعني وخسرت، ما ادري ليش خسرت صراحه. ها يمكن لازم اقتله صح عشان نجينا المسار هذا اعكسه او اني اخربه. سؤالي كيف اسوي هذا الشيء؟ وات حركته كذا يعني؟ اوكي اوكي عشاب، الكل يعرف وين راح يروح هذا الانسان صح ولا لا؟ يلا باي. اصبر، وين الزر هذاك اللي هذا الرفرنس هذا اللعبه؟ لك ما ادري اي لعبه يا اخي، توقعت انه راح ينزل يا شباب، لكن ها من اللعبه نفسها يعني. اوكي معروفه توم برايدر صح ولا لا؟ اوكي اكيد لما نط هنا راح يصير شيء صح، فيلا لا راي وطف. الحين لازم اساعد هذا التمثال. وات اوكي يلا الحين يا التمثال، والله شباب ما ادري ايش، عندي شعور سيء يا شباب. اوكي شو نسوي الحين؟ اضغط عليه هذا ما يصير شيء. اوكي شباب فعلا طلع نفس الشعور اللي هذا قلته، قعدت كذا اخبص شباب وطلع شيء يعني. ها اوكي شباب زي ما تشوفوا خليتها دبه يعني، والحين اكيد راح تطيع يعني. وطف راح تطيع. كافو يا التمثال. ايوه هذه اللعبه شو اسمها؟ اكيناتور ولا بس انه طالع من يا غلط هذا ما ادري ايش وضعهم. اوكي ايش هذا بعد؟ انسان ياكل همبرجر نعم ولا لا؟ نعم. حق الحمام لا. دبانه نعم. ايش هذا؟ على اني اوكي على اني انا كذا يعني اقعد اجاوب عليه ويفكر في الشخصيه اللي اتكلم عنها. اوكي هذا اكيناتور يا شباب الحقيقي يعني. اوكي لو سوينا كل اكس يعني خطا. وات لا زال نفس الشيء. وات جي جي، والله كنت حاسس انه شيء كذا غير متعلق بالشيء اللي قاعد يقول لي اياه. دائما اللعبه كذا تستعبط عليك. هاللعبه اعرفها ايش؟ ايوه هيروز اوف ذا ستورم نعم. اللي اعرفها شباب انها لعبه موبا كذا، ف الحين لازم نطلق عليه. اند الو وات سلاح حقي اخترب يا شباب. المشكلة ما لعبت هاللعبة كثير، فما ادري مين هذه الشخصية، يمكن عنده كذا حركة وخر طلقات ولا شيء. او ماي جاد قاعد اضغط على اكس. ايو سيريس وين اكس؟ هي اللي فازت. طيب او ماي جاد كيف كذا؟ هي فازت في كلتا الحالتين. زين ما ادري ايش الهدف يا شباب، ايش الهدف من اللغز يعني بالضبط؟ احس كذا عشوائي يا شباب، شو هذا؟ اوكي اتوقع نظام الالعاب هذه اعرفه، انك تشوت ويطير هذا الشخص صح ولا؟ فنشوت على اقصى درجه و جي جي. السؤال هنا هل انتم ضاغطين؟ خليك على احمر، شو السالفه؟ ها ولا مو نشوت يمكن كذا يعني على ايوه. والله قد عاسي. اوت غلط، كيف غلط؟ اوكي يا حبيبي كيف غلط؟ شو الهدف؟ انزين شو الهدف؟ خليت هذا يفوز ما يصير، خليت هذا يفوز ما يصير، ايش اسوي الحين؟ والله شباب احس انه ما له علاقه بالهذا صراحه، انا احس مره ما له علاقه بعد. اوه ماي جاد. الو شباب؟ والله شباب شكلي بروح في مشكله من هذه اللعبه. ايش اللي انا شفته قبل شويه يا شباب؟ اوه هذه اللعبة الكل طايع فيها الحين، ليتل نايت ميرز. انا شاب طبعا لعبت الاول ما ادري كيف، حسيت اللعبة غريبة صراحة ما عجبتني، فعشان كذا ما نزلت الثاني، مو عشان المشاهدات ابدا. اوكي يا اخي كمان ما اعرف اللعبة يا اخي، يا ليل الليل قهر. ما لعبت هاللعبة الكاملة طبعا، لعبت شوية كذا ومليت. طيب اوكي يلا الحين ها ايش نسوي يا شباب؟ الو اي حد يعرف اللعبة رجاء هيلب مي. ايوه ضغطت عليك اكثر مرة. قاعد يغني اغنية اللعبة وطر فيه. ايوه الحين صار فرحان صح؟ اي صار اصحاب. اتوقع شاف هذول الاثنين اعداء صح ولا؟ هذا الشخصية الرئيسية وهذا الطباخ مدري ايش. لكن اوكي جود. ايوه اي لعبة هذه بعد؟
لعبتنا او مو لعبتنا لا يعني ها اللعبة العريقة المعروفة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي او لا خلني نقول ترول ثيفت اوتو احسن. زي ما تلاحظون الشاب هذا الشخصية الرئيسية اللي ما اعرف ايش اسمه يطيح في الحمام هذا وما ادري ويستد يموت. فاتوقع شاب نقلب الاشارة ولا شيء صح ولا يمكن انا شاب ما ادري ايش احس ان الحل انك تصغر الحمام عشان الدراجة ما توسع عرفت كيف؟ وات بس اضغط عليه. لازم اضغط واسوي كذا كمان اوجه يعني ار يو سيريوس. واو وما طح بعدها اعرفه فلاب بيرد. اللعبه اللي انمسحت بسبب نينتندو اقسم بالله سبب جدا سخيف يا شباب. اللعبه تنمسح بس عشان نستعمل بايبات ماريو يا يعني نينتندو ار يو سيريوس عشان نينتندو بجلطوني يا شباب. ولكن دعمت جيجي. هل لازم اخرب عليه يعني ولا اضغط معاه ولا ايش اسوي بالضبط؟ ولا اضغط على صلعته يعني؟ ما شاء الله بلاحظ لما اضغط اكثر مره يبتسم. ايوه شفت كيف ابتسم شويه. اوكي جيجي ما لها علاقه. وات؟ اي ايش صار؟ يا شباب انا عارفين ضغطت على ملابسه وتمت ضاغط بس ايش صار بالضبط؟ او ماي جاد يا اخي والله اللعبه يا شباب. يا الله من اللعبه يا اخي. اوكي هذه اللعبه شباب اتوقع لعبه تلفون صح ولا لا؟ شفت كذا شيء شبيه يعني ما ادري كيف. او ماي جاد ايش صار؟ وطف هذه شباب اللعبه فيها فيزيائيات. سؤال هنا يا اخي المشكله ايوه ايش السالفه؟ وات ما صار شيء. ايوه خلاص فزنا ولا واو فزنا كذا؟ لا تسألوني شباب ايش اللي يصير حرفين كذا تخبيص عشوائي بشكل مو طبيعي. عموما شباب خلصنا خلاص 10 مراحل ولاحظ ان هذه اللعبه حتى طويله والحلو ان عرفنا اغلب الالعاب. عموما شباب شكرا على دعمكم وهنا صار الفيديو اتمنى عجبكم وسيا.